لكن أنا عاوز أقول لك اليوم بكل صراحة، عندما جاء النور الكامل، النور الحقيقي، فهل تتبع أي ظلال أو أوهام؟ أنا بدعوك اليوم إلى شخص يسوع المسيح اللي عنده القدرة، قادر أن يفتح العيون. شوف، سألوا: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ نعم، فتح عيون الأعمى وأقام لعازر الميت بعد 4 أيام، وفعلا أثبت أنه القادر، القادر على كل شيء. فأنا بدعوك اليوم إذا عندك شكوك تعال اقرأ كلمة الرب، مكتوب: فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بصلي من كل قلب تختبر محبة المسيح، نور المسيح، وخلاص المسيح. الرب يباركك، إلى اللقاء.